وتنضم إلينا من مراكش مراسلة الغد فدوى المرابطي. فدوى صباح الخير. يعني طبعا انطلقت قبل قليل أعمال المؤتمر الدولي، هذا المؤتمر ينظر إليه كثيرون بأنه بمثابة خريطة طريق جماعية للتحدي الأكبر في العالم الآن وهو الهجرة. كيف تبدو الأجواء وهل أثر غياب بعض الدول عن هذا المؤتمر؟ نعم، بالفعل نتواجد الآن في مقر انعقاد أشغال المؤتمر العالمي للهجرة الذي تعقده الأمم المتحدة ويستضيفه المغرب. الآن تجري أشغال الجلسة الافتتاحية التي يحضرها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى جانب وزير الخارجية المغربية وعدد من الشخصيات. تحضر حسب السكرتيرة العامة للمؤتمر لويز أربور، تحضر 159 دولة وأزيد من 100 شخصية، منها رؤساء دول، منها رؤساء حكومات وتمثيليات رفيعة المستوى. هذا الميثاق الذي تعتبره الأمم المتحدة ميثاقا تاريخيا يضع خريطة الطريق بالنسبة للدول الموقعة عليه من أجل تبني سياسة للهجرة. الأمم المتحدة سواء عبر لويز أربور أو عبر كلمة الأمين العام للأمم المتحدة قبل قليل أكدت أن هذا الاتفاق أو هذه الوثيقة هي وثيقة غير ملزمة، وأن كل ما يروج بشأنها من مغالطات ومن أساطير كما سماها الأمين العام للأمم المتحدة هي الغرض منها هو التشويش على هذه الوثيقة، وأن هذه الوثيقة لا تحمل يعني مخرجات ممكن أن تمس بسيادة الدول، هي فقط تساعد الدول الموقعة عليها من أجل تبني استراتيجية جديدة. وهنا سؤال فدوى، يعني عدم إلزامية الميثاق إلى أي حد تجعله مجدي بالنسبة لسياسات الهجرة والخروج بميثاق عالمي لها حسب محللين طبعا؟ نعم، كما سبق التأكيد، نعم كما سبق التأكيد من طرف لويز أربور السكرتيرة العامة والمبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الهجرة، فإن هذه الوثيقة أكدت عليها في أكثر من مرة هي وثيقة غير ملزمة، لكنها وضعت لتساعد الدول التي ستصادق عليها في هذا المؤتمر الآن بمراكش لتساعدها على تبني سياسة ملائمة للهجرة، وتبقى الحرية للدول يعني في اعتمادها من عدم اعتمادها. لكنها أكدت، الأمم المتحدة تؤكد على أن الوثيقة هي وثيقة تاريخية ومصدر إجماع عدد من الدول لمواجهة عدد من الإشكاليات التي ترافق إشكالية الهجرة. بالنسبة للدول، هناك دول قاطعت هذا الميثاق كالولايات المتحدة الأمريكية، إيطاليا وعدد من الدول، وهناك دول أيضا ما زالت يعني تناقش مع برلماناتها ونقاشات داخلية داخل بلدانها في المصادقة أو عدم المصادقة، مثلا كبلجيكا وعدد من الدول الأخرى. فالأمم المتحدة تؤكد في أكثر من مرة أن هذه الوثيقة هي وثيقة تاريخية لكنها غير ملزمة بالنسبة للدول، وتنفي ما يتم ترويج له من مغالطات ومن تشكيك في هذه الوثيقة ومدى مساسها بسيادة الدول. فدوى المرابطي مراسلة الغد من مراكش، شكرا جزيلا لك فدوى، وسنبقى معك طبعا على مدار اليوم لمتابعة فعاليات المؤتمر.